أما في كل مكان، سعد الله أوقاتكم وطابت صبيحتكم وجمعة مباركة لكم ولكل متابعي قناة البلاد في كل مكان. إذن سنحاول في هذه الفسحة وهذه الدقائق المعدودة أن نتحدث على صلاة الاستسقاء، هذا الدعاء دعاء الأمة في مواجهة الجفاف وكذا التحديات المناخية. أين سيؤدي الجزائريون غدا صلاة الاستسقاء؟ سنحاول أن نتكلم على أهمية هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء وكيفية تأديتها وكذلك أوقات تأديتها، بالإضافة إلى آثار الجفاف على الحياة اليومية للمواطن الجزائري. أيضا سنحاول أن نتطرق إلى الأبعاد الروحية لصلاة الاستسقاء وكيف ينظر الجزائريون إلى صلاة الاستسقاء وهل يؤدونها أم هم مفرطون فيها. هاته النقاط وأخرى سأحاول أتطرق إليها بالتحليل والنقاش رفقة ضيفي هنا في البلاطو الشيخ جمال غول. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا على هذه الدعوة وعلى هذه الحصة، عسى أن تكون إن شاء الله نافعة للمشاهدين الأكارم إن شاء الله. شيخنا بداية جمعة مباركة، أهنئك أهنئ كل الأمة الإسلامية من خلالك. الجزائريون كما تعلم غدا هم على موعد مع أداء صلاة الاستسقاء في الساعة 9 صباحا بكافة مساجد الجمهورية. شيخنا بداية، وشنو هي صلاة الاستسقاء بالضبط ومتى يؤديها الإنسان هذه صلاة الاستسقاء؟ نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الاستسقاء في اللغة العربية هو طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء هي عبادة وهي صلاة مباركة علمنا إياها نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالتضرع والدعاء والاستغفار، من أجل أن يغيثنا بالغيث النافع بالمطر وهذه السقيا التي يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا. هذه الصلاة هي صلاة ركعتين وبعدها خطبة، صلاة ركعتين نافلة يصليهما الإمام بالمصلين، وبعد ذلك الدعاء وهو لب هذه العبادة، حيث يكثر فيها الإمام ويلح فيها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحث المصلين على الاستغفار وترك الذنوب والمعاصي التي هي سبب المنع من المطر. هذه الصلاة تشرع عندما يكون أو يصاب البلد بالقحط والجفاف، عندما لا يسقط المطر خاصة في الوقت الذي ينبغي أن يسقط فيه، اللي هو فصل الخريف ما يكون الشتاء المطر، تجي صلاة الاستسقاء فيشرع من أجل أن الاجتماع والدعوة إلى هذه الصلاة في ذلك البلد الذي منع منه هذا المطر. وقتها هو في وقت الضحى، يعني من بعد شروق الشمس، من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى غاية الزوال، هذا هو الوقت الذي يشرع فيها الخروج لهذه الصلاة. أيضا يعني صلاة الاستسقاء ليست كصلاة الفريضة تؤدى داخل المسجد، وهي إنما الأصل فيها أن تؤدى خارج المسجد، لكن يعني في المصليات تؤدى في المساجد شيخ. نعم، لا، هي الأصل فيها أنها تؤدى في المصليات، يعني خارج المساجد، لحكمة عظيمة جدا وحكم كثيرة، من بينها أن يحضرها جميع الناس، حتى النساء، حتى الأطفال، حتى اللي عندهم أعذار شرعية باش يحضروا في هذه الصلاة. طبعا إلا إذا كانت هناك موانع، مثلا كانت هناك أحوال معينة تمنع من الصلاة في المصلى. احنا في الجزائر كانت تصلى في المصليات، ثم الوضع الأمني الذي مر بنا يعني منع الصلاة في هذه في خارج المساجد، لكن اليوم نرى بأنه الوضع الأمني مستقر والحمد لله رب العالمين، ويمكن أن تؤدى خارج المساجد، وهناك بعض الولايات في الصحراء يؤدونها خارج المساجد. لكن أيضا هناك نقطة مهمة ربما شيخنا، علاه كل سبت فقط صلاة الاستسقاء؟ لماذا تؤدى يوم السبت فقط؟ هل هذا مربوط بالشرع ولا نعم شيء هذا آخر؟ ليس له علاقة بمشروعية هذه الصلاة ولا توقيتها، وإنما هو تنظيم من تنظيمات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فيما نعلم أنها اختارت هذا اليوم لأنه يوم عطلة،
ويعني ليس بالضروره لكن ان يكون مش اقبال يعني خلينا نكون صراحه يعني قبل ذلك يعني في المساجد صحيح. ما نشوفوش اقبال كبير ليس يوم بالضروره السبت. ان يكون يوم عطله لان هذه الصلاه احنا بالعكس نرى ان تصلى في ايام الاسبوع في اوقات العمل فيعطى للموظفين جميعا يعني فتره نص ساعه في اليوم يخرج فيها يعفى فيها من العمل ويؤدي هذه الصلاه باش الناس يعرفوا قيمه واهميه هذه الصلاه. نعم. اليوم رغم أننا نؤديها في يوم عطلة ولكن كما نلاحظ أن الإقبال عليها ضعيف جدا وبالتالي يعني مليح نفكروا مليح نبدأوا في نغيروا توقيت آخر ليكون مناسب للناس وحتى الناس يعني عدم حضورهم يوم السبت هذا ليس هناك مبرر أنك تقول لي عندي التسوق هذا شيء عيب هذا تقول لي يعني نرقد صباح يوم السبت يوم عطلة لأن هذه الصلاة لها من الأهمية بمكان من ناحية الشرعية تاع العبادة ومن ناحية الاجتماعية اليوم أنا أقول لك اليوم بأن الناس في الجزائر لا يشعرون بالجفاف رغم أننا في مرحلة جفاف ليس هذا العام برك منذ سنوات كاين مناطق شوف كاين مناطق في الجزائر عندها سنوات لم تقطر عليها قطرة واحدة من السماء وهذا احنا الان الجزائريين اليوم في المدن ماناش حاسين بالجفاف علاش مادام كاين الماء في الروبيني في العين داخل الكوزينة وداخل الصال دو با فماناش حاسين بلي كاين جفاف كاين مناطق شيخ اللي ما عندهمش الماء يوميا كاين مناطق نعم. اللي يشربوا الماء 12 مرة في السنة معناها يجي مرة الماء في الشهر هذو راهم حاسين وراح يجيو للاستسقاء لكن المدن الكبرى راهم متساهلين انت تتكلم شيخ على صلاة الاستسقاء هي دعاء ما هي دلالة صلاة الاستسقاء في الإسلام في الدين الإسلامي وكذلك خلينا نتكلم كيفية تأثير الدعاء على هذه الأمة يقول لك يا سيدي رانا صلينا صلاة الاستسقاء عدة مرات وما جابش ربي الغيث وكأنه مناش ندعو وين الخلل نعم. كيفية تأثير الدعاء في هذه الأمة طبعا الدلالة العظيمة لهذه الصلاة أن أولا أن الإنسان يولي مرتبط بأن الغيث ماهوش أحوال مناخية ماهوش أمور طبيعية وإنما هو من عند الله فلجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة هو من قمة العبودية من قمة توحيد الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فذهابك للاستسقاء راك تقول بلي أنا محتاجك يا الله راك تظهر افتقارك لله سبحانه وتعالى راك تظهر خضوعك لله سبحانه وتعالى ففيه دلالة إيمانية عظيمة جدا تبعث النفوس على الاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث كما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة فلذلك احنا هذا 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 هذه عبادة إيمانية لها هذه الدلالة بأن الإنسان ضعيف ومحتاج إلى الله مهما بلغ من الأمور التقنية اللي يدير تحلية المياه واللي يستخرج الماء من الآبار إلى آخره لكن كل ذلك لا يكفي وصلوا حتى إلى تلقيح السحب نعم. تلقيح السحب اليوم اللي أصبحت تمطر لكن ربما الشطر الثاني من السؤال شيخ نعم. هو ما هو تأثير أو كيفية تأثير الدعاء على الأمة الإسلامية طبعا الدعاء لا ينبغي أن نحتقر هذه ربما المرة الدعاء. الثالثة أو الرابعة نعم. التي نصلي فيها صلاة الاستسقاء خلال هذا الموسم معليش احنا الدعاء أولا هو عبادة هو مخ العبادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلاح المؤمن فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى هذه عبادة ولا بد أن نقوم بها والذين يتكبرون عن دعاء الله سبحانه وتعالى هذو راهم مفرطين راهم مقصرين في شأن عظيم من شؤون عبادتنا وعقيدتنا مع الله سبحانه وتعالى الآن هذا الدعاء رب سبحانه أخبرنا بأنه يستجيب الدعاء ربي سبحانه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صح. لكن استجابة الدعاء هذه لها شروط ربي سبحانه جعل لها شروط ليس كل دعاء يستجيبه الله سبحانه وتعالى الدعاء المفتقر للضوابط للشروط هذا لا يستجيبه الله الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ومطعمه من حرام والعياذ بالله يأكل الربا عناني وماهوش خايف وماشي بها ويفتخر ويكبر في ماله بالربا هذا كيف يستجاب له الإنسان اللي خدمته يغش فيها يبيع بالغش وبالحرام
ينقص في الميزان السلعة، السلعة يبين السلعة المليحة ويخبي السلعة الراشية ويبيع السلعة الراشية للكبار اللي ما يشوفوش ولا أطفال الصغار ولا يعني تحايل وخداع وغش. هذا كيفاش يا ربي سبحانه يستجيب له؟ هذه من أسباب حبس القطر اليوم؟ نعم، من أسباب حبس القطر كما جاء في حديث النبي. معناها ما نعيشه اليوم هو أو ما نجنيه اليوم هو حصائد أفعالنا. نعم، وأعمالنا وأقوالنا. بدون شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال خمس خصالين إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني خصال تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم لشؤمها، لعواقبها الوخيمة، لتبعاتها السيئة على الفرد وعلى أسرته وعلى المجتمع بأكمله. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يعني الفاحشة الناس ما تحشمش، ولو الناس ما يحشموش في إظهار الفواحش والعياذ بالله. المفروض إذا ابتليتم فاستتروا على الأقل، إذا عصيت ربي سبحانه خاف وخبي، لا تظهر، لا تجاهر بمعصية الله. هذا الناس اللي يديروا هذا الشيء راح يمسوا المجتمع في استقراره. قال إلا ابتلاهم الله بالطاعون، هذا مرض من الأمراض، ومشي غير الطاعون. قال الطاعون الآن عنده علاج، والأوجاع، الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. ثم قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين. وشنو هي السنين؟ هي القحط والجفاف. عندما يكون البيع، هذا البيع الآن مثال من الأمثلة في التجارة، وقس عليها كل أنواع الغش في التجارات. اليوم التجارات اليوم إلا من رحم الله، يعني أصبحت التجارات المستوردة تقريبا كلها مكلاسية في الأصناف الأخيرة. ما يجيبوناش كاع الصنف الأول، يجيبونا لي ديكلاسي هذوك الموجهة لإفريقيا والعياذ بالله، وبأسعار. اليوم لحقوا بعض الناس يخلطوا بعض المواد الغذائية ماشي بالملونات، باش يبينوا بلي من درجة أولى وهي ماشي، وهي ملونات، ملونات. لحقوا يخلطوا مواد الغذاء بمواد البناء. رسالتك ليه؟ رسالتك ليه شيخنا؟ فهذا الأمر تاع المكيال. وكذلك ولم يمنع قوم الزكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. فالمكيال الغش في التجارات ومنع الزكاة. اليوم احنا الجزائر الحمد لله رؤوس الأموال اللي عندنا في الجزائر لو تزكى حقيقة من جميع التجار، من جميع أصحاب الأموال، لغاب الفقر. لا ما نقولوش يتنحى الفقر، ولكن ما يوليش بهذه الدرجات اللي نشوفوها اليوم وهذه المستويات الهابطة. لأن بعض الناس دار في باله باللي كي يخرج الضرائب خلاص سقطت عنه الزكاة، وهذه مغالطة كبيرة. الزكاة تبقى دائما واجبة، فرض عين عليك. خلصت الضرائب ولا ما خلصتش، هذاك أمر قانوني مع الدولة. حتى في الجانب الشرعي داخل هذه الزكاة، الضرائب داخلة في حساب الزكاة، يعني ما تبقاش عذر بالنسبة للتاجر. كيفاش؟ معنى بالنسبة للتاجر لا يتحجج بأنه دفع الضرائب. نعم، لا يتحجج، واجب عليه أن يخرج زكاة أموله. وعقوبة منع الزكاة على مستوى الإنسان عقوبة عظيمة جدا يوم القيامة، عقوبة مفزعة. ربي سبحانه هذيك الأموال تاعو يرجع له على شكل حية، حية من أقوى الحيات في السم، فتأخذه والعياذ بالله. وعلى الناحية الاجتماعية شوف رامي المجتمع يدمروه بمنع زكاة أموالهم. صحيح. نمنع القطر من السماء والعياذ بالله. فماذا ننتظر؟ صحيح، ماذا ننتظر؟ احنا مازلنا نغش في التجارات، مازلنا ما نخافوش ربي سبحانه في المعاملات، مازلنا نتعامل بالربا، مازلنا ما نخلصوش الزكاة، ولا نتلعبوا في الزكاة. استبقتني ودخلت إلى المحور الموالي من النقاش، هو روحانية هذه الصلاة. ما هي الفوائد الروحية، الفوائد المعنوية التي يجنيها المسلم اليوم لما يؤدي صلاة الاستسقاء؟ ما هو البعد الروحي لهذه الصلاة؟ نعم، حقيقة يعني في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي يقول لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ليؤدي صلاة الاستسقاء، فوصف لنا هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه لهذه الصلاة، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. فيعني إذا استحضرنا
هذه الهيئة العظيمة من نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق في هذه الدنيا. ورغم ذلك شوف كيفاش يتقرب إلى الله، كيفاش يتودد إلى الله، كيف يرجع إلى الله ليغفر لنا ما 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 قمنا به وما كان بسبب أفعالنا من هذه المعاصي والذنوب التي ذكرناها. فخرج متبذلا منكسرا متواضعا. ما كاين بزاف ناس عندهم الكبر، عنده شوية قوة تاع المال ولا تاع الجاه ولا تاع السلطة، يولي يتكبر على عباد الله، يولي يظلم خلق الله سبحانه وتعالى. وين تبان قوتك يا عبد الله أمام قوة الله سبحانه وتعالى؟ فخرج متبذلا متواضعا متخشعا، يعني خاشعا، يعني يريد أن يكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. متضرعا يعني لاجئا ملحا محتاجا إلى عطاء الله، إلى رحمة الله. نحن جميعا في هذه الدنيا بكل ما أوتينا من قوة، بلا رحمة الله نحن لا نستطيع أن نقي أنفسنا شر بعوضة أو أي أذى صغير مهما كان إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة تجعلنا نلجأ إلى هذا الله سبحانه وتعالى الذي يغيث عباده، الذي يسمح لعباده، الذي يغفر لعباده رغم كل الذنوب والمعاصي التي نعيش فيها صباحا ومساء، خاصة في هذا الزمن وفي هذا العصر. لكن ذلك لا ييأسنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقط علينا أن نصدق في رجوعنا، في ذهابنا إلى هذه الصلاة، في توجهنا إلى الله أثناء هذا الدعاء وأثناء هذه الصلاة، أن نصدق الله سبحانه وتعالى. فسيرينا الله سبحانه وتعالى من عطاءاته ومن خيراته ومن أسراره ما لم نكن نحتسب. فاليوم هذا الناس اللي جاتهم الآن، جاتنا فرصة تعهد إن شاء الله نروح الاستسقاء، يعني هل هذه المعاني كلها وغيرها مما لم نذكره، هل يعني نسبقوا عليها التسوق يوم السبت صباحا؟ هل نسبقوا عليها الرقاد نرقدوا حتى العشرة حتى الحداش لأن يوم عطلة؟ احنا ماشي كل سبت نعيطوا لكم الاستسقاء مرة في الغرة. فهذه الفضائل كلها كيف نحرم أنفسنا منها؟ كيف نرفض أن نلجأ إلى الله ونحن في هذا الغبن وفي هذا القحط وفي هذا المآسي الأخرى؟ لأن القحط عنده تبعات أخرى على القدرة الشرائية، على الإنتاج، على الفلاحة، على 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 على, 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 على الرزق. فتنزل المطر، تنزل المطر هو تنزل للرزق. تنزل المطر هو من الأوقات المستجابة لأن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بذلك. فلنرى الله سبحانه وتعالى خيرا ونذهب زرافات وجماعات وأفراد مع أولادنا مع أهلنا مع أزواجنا، نروح كلنا لصلاة الاستسقاء. نخلي كل المشاغل ونخلي كل الأحوال ونروح للاستسقاء إن شاء الله. كيف يعزز أداء هذه الصلاة في الوحدة والتضامن بين أبناء المجتمع الواحد؟ نعم، هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ومعظم هذه العبادات ربي سبحانه شرعها لعباده أن تؤدى جماعة، وفي ذلك حكم عظيمة في تأليف القلوب. هذا الحضور والاجتماع في مكان واحد والاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى والتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله والعبودية إلى الله وترك العجب والمناصب والأموال والأولاد، نخليهم نكونوا متساوون في الصف الواحد. كل ذلك يذهب ما في القلوب من حزازات ومن أحقاد وضغائن، فتتآلف القلوب، تتعارف الناس، تتآخى الناس في هذه الصلوات وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من مقاصده أن يؤلف بين الناس وأن يكونوا أمة واحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك الشيخ جمال غول كل هذه التوضيحات وكل هذه الشروحات حول صلاة الاستسقاء وكذلك الأبعاد الروحية وحتى المعنوية منها وفائدة هذه الصلاة بالنسبة للفرد المجتمع وبالنسبة للأمة. أشكرك مجددا والشكر الكبير لكل أوفياء قناة البلاد. برامجنا مستمرة لكن بعد هذا الفاصل.